ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعوي، مرحبا بك. بدايه، كيف تقرا تصاعد صراع الصلاحيات بين عادل عبد المهدي وحيدر العبادي على اتخاذ القرارات؟ يعني بدايه تحيه لكم ولمشاهديكم الكرام. حياك الله. السيد عادل عبد المهدي في الوقت الحاضر هو لا يملك صلاحيات، وانما مكلف بتشكيل حكومه لم تؤدي الامين الدستوري. نعم. والسيد العبادي لا يمتلك صلاحيات مطلقه كما كانت يمتلكها سابقا لانها تعتبر حكومه تصريف اعمال. هذا الفرق. يعني لابد انه السيد العبادي يدرك انه لا يمتلك صلاحيات مطلقه، فقط صلاحيه تصريف حكومه تصريف الاعمال لحين تشكيل الحكومه الجديده. اما السيد عادل عبد المهدي لا يمتلك اي صلاحيات الان في الدوله العراقيه، لانه هو مكلف فقط في تشكيل حكومه، بعدها ستنتقل هذه الصلاحيات. اعتقد هذا التنازع هو تنازع حزبي الى حد ما، ليس تنازعا فقط في مصالح العراق او في هو تنازع حزبي لمصالح حزبيه فئويه. نعم، اذا ما الدافع وراء ما اشيع عن تعيين العبادي شخصيات مقربه منه في المناصب الحكوميه؟ هذا معروف معلوم يعني لدى العراقيين انه الحكومات عندما يعني قبل انتهاية ولايتها تبدا بتغييرات وتبدا بتعيينات، وايضا في بداية ولايتها تبدا بتعيينات واجتثاث والى اخره. اليوم ليس لا يعتمد مبدا الكفاءة في التعيينات ولا يعتمد مبدا المهنية والشفافية، وانما يعتمد مبدا المصلحة. مبدا المصلحة الحزبية او المصلحة الفردية او حتى الفئوية تؤدي الى هذه النتائج. طيب، من الناحية القانونية ما مدى صحة العقود والصفقات التي أبرمتها حكومة العبادي في هذه المدة وما دلالتها؟ بالنسبة للعقود التي هي يعني مع الدول الخارجية، نعم، لا يحق للعبادي كحكومة تصرف أعمال إبرام عقود. أما العقود الداخلية لا تضمن صلاحية تصرف الأعمال، حكومة تصرف الأعمال. العقود الخارجية حكومة تصرف الأعمال لا يحق لها إبرام عقود ولا إبرام صفقات ولا تغييرات في الوزارات وفي الوظائف العليا، هذا ليس من صلاحياتها الآن. نواب في البرلمان ذكروا أن يعني ضغوط الأحزاب السياسية جعلت عبد المهدي يقدم نصف وزارته، كيف سيكون إذن ستكون هذه الحكومة المقبلة؟ هل ستختلف عن سابقاتها؟ أنا أعتقد أن السيد عبد المهدي يعاني من ثلاث نقاط أساسية في تشكيل الحكومة. النقطة الأولى أن السيد عبد المهدي هو ينتمي لأضعف كتلة وأقل كتلة شيعية، وهي كتلة عمار الحكيم، هو جزء من المجلس الأعلى، وهي أضعف الكتل من حيث عدد النواب، هذا واحد. ثانيا، أنا أعتقد أنه الدولة العميقة بزعامة حزب الدعوة هي واحدة من العوائق للسيد عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة. ثلاثة، وهي نقطة مهمة، هو غياب المعارضة البرلمانية، المعارضة السياسية في الحكومة العراقية. النظام العراقي نظام برلماني، يفترض هناك حكومة وهناك معارضة، جميع من فاز في البرلمان يريد أن يكون جزء من الحكومة. نعم. فغياب المعارضة جعل من البرلمان جميعهم سيشاركون، وبالتالي سيضع نفسه سيكون محرزا في توزيع الحقائب الوزارية وفق حصص البرلمان. الآن ليس كالسابق هناك ثلاثة كتل أساسية موجودة في البرلمان أو أربع خمس كتل، تقريبا عشرات الكتل الآن موجودة في البرلمان، فكيف سيرضي هذه الأسباب الأساسية الثلاثة إضافة للعامل الخارجي؟ أعتقد يصعب على عادل عبد المهدي تشكيل حكومة في الوقت الدستوري في الوقت المحدد لتقديمها إلى البرلمان. وما صعب ذلك أيضا موقف الأحزاب الكردية التي رفعت سقف مطالبها في المناصب الحكومية، ما تأثير ذلك على إجراء هذه الحكومة؟ بالتأكيد الأحزاب الكردية هذه فرصتها أنها تفرض نفسها، وهي تسعى لمصالحها القومية ومصالحها المصالح الإقليم، فهي تسعى للحصول على أكبر المكاسب، خصوصا مثل رئيس وزراء مكلف لا ينتمي الى كتله اكبر او كتله كبيره برلمانيه تستطيع ان تدعمه، فهذه فرصه الاكراد ان يطالبوا ويحصلوا على اكثر ما يمكن. شكرا جزيلا لك السيد حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي.